مرحب بيك طبعا يا عبد الرحمن، واكيد برحب بالكابتن اسلام وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبرضه مبسوطه ان انا معاكم تاني يوم على طول بعد فوز امبارح، وببارك لكم طبعا، ببارك لكل جمهور النادي الاهلي. رحت فوز الماتش يا سلا ولا لا؟ للاسف يا كابتن اسلام ما كانش ليا نصيب، كنت موجوده يعني في تغطيه الاستوديو التحليلي مع كابتن ايمن شوقي من مقر النادي الاهلي بالجزيره. احنا بعد كده نطلب بقى من اداره القناه ان هي تديكوا اجازه اليوم ده عشان تروحوا تتفرجوا على الماتشات دي. ما حدش هيشتغل كده، كله عايز يروح الماتش. فطبعا ببارك لكل جمهور النادي الاهلي، واكيد ببارك برضو للكل على عوده الروح مره اخرى يا كابتن اسلام وعبد الرحمن، الروح للمدرجات والملاعب المصريه. ويمكن شفنا امبارح يعني جماهير النادي الاهلي قدمت مظهر مشرف الصراحه يعني للكره المصريه وللنادي الاهلي، يمكن ده اللي متعودين عليه دايما من اعظم جمهور في الجون جمهور النادي الاهلي. يمكن هو كمان المصدر يعني امبارح ومصدر قوه والدافع الكبير لكل لعيبه النادي الاهلي في مباراه امس. معاك حق سلام، يعني جمهور النادي الاهلي فعلا دافع، ويمكن مش اللعيب رقم 12، لا هو اللعيب رقم 1 و2 و3 زي ما قلت لك المره اللي فاتت. رقم 12 هو اكتر تاثيرا من اي حد في الملعب يا كابتن صلاح. محدش يزعل مني، انا اسف ان انا هقول هذه الكلمه كل شويه، اقول اللي ما لعبش في الملعب وشاف الجمهور الموضوع بالنسبه له. في لعيبه ما تعرفش دلوقتي في الوقت الحالي اللي انا بتكلم فيه. الناس اللي بتتكلم يعني لما الواحد كان بيلعب وانت مستواك دايما في الدقيقه من دقيقه 80 لدقيقه 90 بتجد ان انت لياقتك البدنيه قلت ومش عارف ايه وكلام من ده كلاعب في الملعب. يعني لما الجمهور بيبقى 100,000 متفرج، لو لياقتك وصلت ل 60-70% الجمهور بصيحاته وبتشجيعه بيخليها تصل لاكثر من 100%، بيأثر على رتم المباراه، رتم المباراه بيتأثر جدا بهتافات الجمهور. يعني انا الحقيقه من الناس الداعمين الكبار جدا في عوده الجمهور مره اخرى، لانه زي ما انت قلت في صناعه كره القدم مهم جدا ان يكون الجمهور متواجد. عندك اخبار كتيرة انا عارف النهارده. اكيد يا كابتن اسلام، عندي اخبار كتيرة جدا متعلقه بفريقنا طبعا والمباريات والمواجهات القادمه بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. اتفضلي. طبعا اولى اخبارنا اللي متعلقه بقرعه بطوله دوري ابطال افريقيا، ورغم انشغال فريق الكره فريق الاول طبعا لكره القدم بنادي الاهلي بمواجهه فريق غزل المحله يوم الاربعاء المقبل في مسابقه الدوري، الا ان الجميع في النادي الاهلي يترقب بقرعه بطوله دوري ابطال افريقيا وطبعا دور الثمانيه للبطوله بعدما تاهل المارد الاحمر لهذا الدور عقب يعني الفوز امس على نادي الهلال السوداني بثلاثيه نظيفه. وتقام قرعه الدور الربع النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا في 8:30 من مساء يوم الاربعاء المقبل في القاهره زي ما اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف عبر موقعه الرسمي. كمان اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد ما صعد النادي الأهلي لهذا الدور، وجاءت الأندية المتأهلة لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا كالآتي: شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي، شبيبة القبائل الجزائري، ممالدي سان داونز الجنوب أفريقي، الرجاء المغربي، سيمبا التنزاني، الوداد المغربي، وطبعا نادينا نادي الأهلي المصري. ويواجه نادي الأهلي واحدا من الفرق الثلاثة اللي تأهلوا طبعا الدور الثمانية من بطولة، ويمكن طبعا يعني اول الفرق هتكون الوداد متصدر المجموعه الاولى، والرجاء البيضاوي متصدر المجموعه الثالثه، والترجي التونسي متصدر المجموعه الرابعه. طبعا يا كابتن اسلام ويا عبد الرحمن، يمكن النادي الاهلي ان شاء الله يعني في الدور الثمانيه هيواجه واحد من الثلاث فرق دول، اظن يعني سواء واجه الوداد او الترجي او يعني الرجاء، اكيد الثلاث مواجهات دول هيكونوا اصعب يعني من بعض، يمكن بنواجه يعني ثلاث فرق من اكبر الفرق اللي دايما بتشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا. حظنا مع شمال افريقيا برضه يا كابتن. انا ما بيفرقش معايا الحقيقه. طبعا وداد، رجاء، ترجي، كلها اسماء كبيره جدا جدا في عالم كره القدم في مصر، ولكن أو انا اسف مش في مصر، في القاره الافريقيه. ولكن في النهايه خلاص يعني انا وصلت الدور اللي يخليني الاعب كل الفرق القويه، وانا حطيت نفسي في هذا الموقف ان انا في التصنيف الثاني او في المركز الثاني، وبالتالي انتظر كل اللي في المركز الاول. طبعا فواحد من الثلاث فرق دول هيلاعب النادي الاهلي، وفي النهايه النادي الاهلي يستطيع ان شاء الله، او انا بشوف ان النادي الاهلي الافضل فنيا من كل هذه الفرق. هقول لحضرتك على حاجه يا كابتن. انا عندي لاعب دول شمال افريقيا اللي عندها ملاعب راقيه وجو شبه جونا والكلام احسن من الدول الافريقيه الفقيره اللي هي ما عندهاش ملاعب امكانياتها عاليه، ما عندهاش جو مناسب لينا. لا دول برضو على الاقل انت هتروح في المود بتاع الجو بتاعك بتاع مصر هنا. دي وجهه نظري الشخصيه. مظبوط، لكن الحقيقه كل الفرق او كل الدول الافريقيه كل واحد له عاداته وتقاليده وشغلهم، الخريطه اتغيرت والدنيا بقت متغيره. المغرب دلوقتي من التصنيف الاول على العالم. جامبيا وصلت لكاس العالم للشباب، وبالتالي كل الفرق او كل الدول الافريقيه يعني كل واحد له طريقته وكل واحد له اسلوبه، ولكن في النهايه صح ان انت لما تلعب
انا بحب العب في شمال افريقيا، في خمس ست دول الواحد بيبقى صعب ان هو يلعب فيهم، ولكن لما تجي لك انت مثلا انت من الناس اللي كان الجيل بتاعكو يلعب في تونس كانوا بيلعب في القاهره، فان انت تلعب برضو في البلاد الافريقيه اعتقد ان ده برضو من لازم خلاص يعني انت بتلعب في افريقيا. احنا لعبنا لسه جاي من الكاميرون يعني شمال، هتلعب في الجنوب، وخلي بالك الاهلي تحديدا ما خلاش يعني شمال جنوب شرق غرب، كسب كل الفرق، كل الفرق وفي كله على ارضهم يعني من اول انجولا تحت خالص لحد دول مزبوط. شمال افريقيا كلهم كسبناهم على ارضهم. وداد رجاء ترجي ان شاء الله ربنا يكرم ونكون مستعدين لهذه المباراه ان شاء الله يا كابتن اسلام. طبعا خلينا نستكمل اخبارنا النهارده، والخبر معانا دلوقتي متعلق بمباراه الاهلي وغزل المحله، المباراه القادمه ان شاء الله بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ويمكن خلاص يعني اغلق الجهاز الفني للنادي الاهلي صفحه مباراه الهلال السوداني امس في الجوله الاخيره من دور المجموعات ببطوله دوري ابطال افريقيا. وبدا السويسري مستر مارسيل كولر المدير الفني طبعا لفريق النادي الاهلي رحله استكشاف فريق غزل المحله استعدادا لمواجهته في 9:15 من مساء الاربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، وضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك عن طريق مشاهدة مباريات الفريق المنافس بالدوري وكأس الرابطة للوقوف على يعني نقط الضعف والقوة اللي موجودة في صفوف فريق غزل المحلة بحثا عن انتصار جديد في الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب طبعا المباراة اللي فاتت بالنسبة لنادي الأهلي، واللي انتهت بفوز نادي الأهلي ب2-1، يمكن دي كانت آخر مباراة وآخر دور النادي الأهلي في مسابقة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. ويتربع الأهلي على عرش الأندية الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر أي مباراة في بطولة الدوري. كمان الخبر معانا النهارده ومتعلق يعني برمانه ميزان وسط ملعب النادي الاهلي عمرو السوليه. النهارده عمرو السوليه نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني بيحتفل بعيد ميلاده ال 34، حيث ولد لعب وسط القلعه الحمراء في 2 ابريل 1989 في مينيا سمنود بمحافظه الكهليه، واجمالا يعني لعب عمرو السوليه مع نادي الاهلي 280 مباراه وسجل خلالها 27 هدف وصنع 28 هدف اخر، وتوج مع النادي الأهلي بدرع مسابقة الدوري الممتاز 5 مرات وكأس مصر 2 مرات وكأس السوبر المحلي 3 مرات وبطولة دوري أبطال إفريقيا 2 مرات والسوبر الأفريقي أيضا 2 مرات بجانب برونزية كأس العالم الأندية 2 مرات مع فريق النادي الأهلي. كمان عمرو السولية واحد من نجوم النادي الأهلي في تشكيلة المنتخب الوطني، ولعب السولية 50 مباراة دولية وسجل هدف وحيد وقاد طبعا الفراعنة للوصول للمباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية. طبعا يا كابتن اسلام وعبد الرحمن اكيد بنقول لعمرو السوليه كل سنه وانت طيب وبخير وبسعاده، ويمكن طبعا عمرو السوليه اخر يعني 3 سنين أو 4 سنين مع نادي الاهلي شفنا كان بيقدم اداء قوي جدا مع نادي الاهلي، كمان كان في يعني روح عاليه منه واداء رجولي في خط وسط الملعب، ويعني كمان شفنا يعني الفتره اللي فاتت كان مصاب ورغم يعني اصابته وتعافيه من الاصابه ظهر امبارح في مباراه الهلال السوداني بشكل جيد مع لعيبه النادي الاهلي. طبعا من اللعيبه اللي ليها تاثير خاص جدا، ومن من الناس اللي بتلعب في نص الملعب وهي حريفه قوي يا كابتن، ليه كوره حلوه وليه مسافات حلوه قدام وهداف برضو من الناس اللي بيجيب اهداف وهو في المكان ده. كل سنه وانت طيب طبعا يا كابتن عمرو، يعني كل سنه وانت طيب يا سوليه وقبل 100 سنه اكيد. كمان هستقبل اخبارنا النهارده، ويمكن الاخبار اللي معانا دلوقتي متعلقه بالمباراه يعني طبعا الفتره القادمه مباراه الاهلي وبيراميدز في نهائي كاس مصر طبعا 2021 2022. يمكن كشف مسؤولو اتحاد الكره انه سيتم اللجوء لوقت اضافي لمده 30 دقيقه في حال انتهاء مباراه الاهلي وبيراميدز، وذلك طبعا يعني بالتعادل في نهائي كاس مصر موسم 2021 2022، والمقرر لها ان شاء الله ان هي تقام يوم 10 ابريل المقبل استاد القاهرة الدولي، وذلك في حال استمرار التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز في المباراة. كمان أضاف يعني الاتحاد المصري لكرة القدم أن المباراة ستقام على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9:15 مساء، وسيتم تحديد عدد الجماهير الحاضرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية. كمان أرسل اتحاد الكرة خطابا للجهات الأمنية بيطالب في حضور 50,000 مشجع في مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 10 إبريل في نهائي كأس مصر. طبعا زي ما أنا قلت يعني دي بطولة كأس مصر 2021-2022 باستاد القاهرة الدولي. طبعا يا كابتن إسلام وعبد الرحمن أكيد شيء مهم جدا أنه يعني يكون في حضور جماهيري زي مباراة الهلال امبارح، يبقى في حضور كبير 50,000 مشجع للناديين طبعا في المباراة، طبعا مباراة مهمة تعتبر نهائي كأس مصر، ويمكن البطولة دي غايبة عن نادي الأهلي من 2020. طبعا
طبعا حضور الجماهير يا كابتن ده مهم، احنا لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده في كل الماتشات. طبعا كلنا ننتظر ايه اللي هيحصل في هذه المباراه. لسه كان معانا دكتور سراج وكنا بنساله في هذا الامر وقال لسه لم يصلوا الى اي شيء رسمي. وهنا مسؤول اتحاد الكوره هم اللي بعتوا يعني مش النادي الاهلي، فده طبعا لان طبعا هو اللي بينظم الاتحاد الكوره المصري هو اللي بينظم هذه المباراه، وبالتالي خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل في هذا الامر ان شاء الله يا كابتن. كمان يعني بمناسبه مباراه الاهلي وبيراميدز، كمان كشف مسؤولو اتحاد الكره ان الاتجاه الاقرب هو يعني في مباراه الاهلي وبيراميدز نهائي كاس مصر، الا ان هم هيتجهوا او يعني هيكون في طاقم حكام اجنبي. واوضح يعني مسؤولو الاتحاد المصري لكره القدم ان نادي بيراميدز طلب يعني انه يكون في حكام اجانب للمباراه المرتقبه، وانه يعني هو ده اللي بيرتب له الاتحاد المصري لكره القدم حاليا. كمان يعني حدد رابطه الانديه المصريه محترفة ان يوم 15 يوليو المقبل هيكون موعد لانتهاء المباريات النسخه الحاليه من مسابقه الدوري الممتاز لكره القدم بسبب بعض التعديلات يعني اللي ظهرت في الجدول، وحيث يعني كان من المقرر انتهاء المسابقه يوم 30 يونيو المقبل. وكشف مسؤولو رابطه الانديه المصريه المحترفه ان مسابقه الدوري الممتاز يعني هتنتهي ان شاء الله يوم 15 يوليو المقبل، وجاء ده يعني جاء السبب ده طبعا بسبب يعني وجود النادي الاهلي ومشاركه النادي الاهلي في مباراة في بطولة كأس العالم للأندية والذي أقيمت في المغرب. كمان الخبر اللي معانا دلوقتي واستكمال طبعا لجميع اخبارنا النهارده متعلقه بالنادي الاهلي، فاز فريق الناشئين لكره القدم بنادي الاهلي مواليد 2003 على ضيفه سموحه بثلاث اهداف مقابل هدف امس على ملعب النادي الاهلي بفرع النادي الاهلي بمدينه النصر، وده كان ضمن الجوله الثالثه في المرحله النهائيه لبطوله الجمهوريه. وده الفوز ده يعني جه ورفع النادي الاهلي رصيده في الجدول ل 51 نقطه ليواصل صداره الترتيب البطوله، ويضم الجهاز الفني لفريق الاهلي 2003 محمد شرف كمدير فني طبعا للفريق، ومحمود صادق مدربا مساعدا، وخالد عثمان مدربا لحراس المرمى، ومحمد راشد اداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الاحمال، واخيرا عبد الحميد حسن اخصائي التدليك. دي طبعا يا كابتن اسلام ويا عبد الرحمن طبعا يعني دي كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي طبعا مباراته يعني مع غزل المحله وكواليس مباراه الاهلي وبيراميدز في نهائي كاس مصر. يعني دي كانت كل الاخبار النهارده وبشكركم جدا.